بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الإخبارية المستمرة معكم على مدار اليوم من استوديو الآن. كالعادة بنبدأ مع حضراتكم بأبرز عناوين الصحف والمواقع العربية. نبدأ من صحيفة أو موقع البيان في عنوان رئيسي: ميليشيا الحوثي تفشل أو تفشل اجتماعا مرتقبا للجنة إعادة الانتشار. المواطن ترامب يدرس إلغاء إعفاءات البرنامج النووي الإيراني. العين الإخبارية في عنوان رئيسي: الجيش الليبي يتصدى لهجوم المرتزقة التشاديين في مرزق. أخبار الخليج: بلومبرج، قطر في وضع اقتصادي صعب وتباطؤ بمشروعات المونديال. صحيفة سابقة الإلكترونية: رصدت أمريكا تطلب عقد اجتماع طارئ لوكالة الطاقة الذرية لمناقشة انتهاكات إيران. الاتحاد في عنوان رئيسي بإسناد من مقاتلات التحالف: الجيش اليمني يحرر مواقع مهمة في صعدة. الإمارات اليوم في عنوان رئيسي: السبسي يستأنف مهامه بدعوة التونسيين إلى الانتخابات. والشرق الأوسط في عنوان رئيسي: الرئيس التونسي يوقع أمرا بدعوة الناخبين لانتخابات 2019. الرياض في عنوان رئيسي: الجيش اليمني يعلن عن تقدم جديد له في جبهة غازح بصعبة. عقاد السعودية رصدت في عنوان رئيسي: حكومة كفاءات ومجلس سيادي بالتناوب تنهي الأزمة بالاتفاق على تقاسم السلطة، الأفراح تعم السودان. المشهد السوداني في عنوان رئيسي: الشارع السوداني يحتفل بالاتفاق أو باتفاق المجلس العسكري وقوى التغيير. والنهار في عنوان رئيسي: السودانيون يحتفلون، قادة الاحتجاج والمجلس العسكري توصلوا إلى اتفاق تقاسم السلطة. إذا استعرضنا معكم أبرز عناوين الصحف والمواقع العربية، الآن نستعرض معكم أبرز عناوين الصحف والمواقع العالمية أيضا. نبدأ من رويترز في عنوان رئيسي: إقالة محافظ البنك المركزي التركي وتعيين نائبه بدلا منه. رويترز أيضا في عنوان رئيسي: منطقة جبل طارق التمدد احتجاز ناقلات النفط الإيرانية 14 يوما أو تمدد يعني احتجاز. سبوتنيك الروسية من عنوان رئيسي: قنبلة من الحرب العالمية الثانية تعطل رحلات مطار فرانكفورت الألماني. عنوان رئيسي في سبوتنيك أيضا: تحرك كتائب عسكرية للغرب الليبي ضمن عملية طوفان الكرامة. مونت كارلو الدولية في عنوان رئيسي: ترامب يتجنب السياسة في خطاب الاستقلال، أمريكا أكثر دولة استثنائية في التاريخ. ومونت كارلو أيضا رصدت في عنوان رئيسي: موسكو ترفض تدمير صواريخها المنشورة في أوروبا والحلف الأطلسي يحذر. اندبندنت العربية رصدت اتهامات كردية لتركيا بالسعي لإحداث تغيير ديموغرافي في كردستان العراق. اندبندنت العربية رصدت أيضا تركيا قتل في انفجار سيارة قرب الحدود مع سوريا. والحياة رصدت في عنوان رئيسي: الأمم المتحدة تشكو تآكل دولة القانون في فنزويلا. الحياة أيضا في عنوان رئيسي: روسيا ترفض طلب الأطلسي تدمير صواريخ في أوروبا. وإن إتش كي اليابانية رصدت بيرو تدعو 100 دولة للمشاركة في اجتماع للتباحث للأوضاع في فنزويلا.